بلافيو بيلعب للنادي الاهلي جوه منطقه الجزاء وحارس هنشوف حكم اللقاء مدي ايه مدي جول والله جول تصويبه منين من خارج المنطقه هل لمست فلافيو ولا ما لمستش فلافيو ادي لويس اوليفيرا جونفالسيس وادي بقى عصام الحضري الكل اعتقد ان حكم اللقاء مصفر يعني الكل اعتقد ان حكم اللقاء مصفر هنشوفها تاني في الاعاده قلنا فيها حاجه دي بعيده جدا جدا وداخل فلافيو ولا مين داخل فلافيو ولا مين وهدف التعادل هدف التعادل في الدقيقه 38 والله فلافيو يعني تعادل لمنتخب انجولا وداخل فلافيو ولا مين داخل فلافيو ولا مين وهدف التعادل هدف التعادل في الدقيقه 38 والله فلافيو يعني تعادل لمنتخب انجولا